مشاهدينا الكرام، اوفياء قناه الشروق واوفياء برنامج لايف المشاهير، وكيقولوا برنامج لايف المشاهير نقولوا الفن، نقولوا الجديد والحصريه، ويخدمكم في هذه العشيه امين زعرير ونيفين حرمان. مساء الخير امين ومساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد برنامجكم لايف المشاهير، يطلع لكم من الاحد الى الخميس على قناتكم وقناه كل عائلات الجزائريه. ما نطولش عليكم بزاف، راح نتعرفوا على اهم الاخبار لنا اليوم في هذه العناوين. سهيلة معلم، السيناريو والقصة هما خلوني قبل دور فاتن في 11-11، وسعيدة بردود الفعل على الطيارة الصفراء. 5 سنوات تمر اليوم على رحيل الفنان عز الدين الشلفي. هل سيتحول الشنب إلى مدراء رائجة في دراما رمضان 2024؟ قبل بثه ب3 أيام حصرياً كواليس فيديو كليب أجراديو غرطة دعوة الخير. وفي حلقة اليوم أيضا الفنانة ندى ريحان ضيفة هواء برنامج لايف المشاهير. كما تعودوا مشاهدينا الكرام على بالهم اللي بعد العناوين كاين كويك المشاهير، ولكن اليوم حصريا واستثنائيا راح نقول لكم بلي بعد الكويك كاين حاجة جديدة صرات دوكا نعلنكم عليها. نروح نشوفوا كويك المشاهير وراجعين. احتضن المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطرزي مساء أمس العرض المسرحي يوم قبل القيامة من إنتاج المسرح الجهوي لمعسكر وتصميم الفنان والمخرج المسرحي محمد فري مهدي ومن كتابة محمد بورحلة. وشهد العرض حضور طلابي كبير تفاعل مع كل تفاصيل المسرحية، وكان هذا بحضور السيدة وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة سورية مولوجي. أمس كنا تكلمنا عن العمل اللي كنا راح نشوفوه في رمضان، وردة ميرامار، وكنا قلنا أيضا أنه راح يبدأ التصوير في 13 فبراير. وهذا الإعلان اللي أعلناه زميلتي نيفين كان بناء على تصريحات الممثلة سهيلة فارس في ميكروفون زميلنا محمد موفق اللي كانت لقاها في العرض الشرفي لفيلم الطيارة الصفراء. لكن بعدها شفنا البارح في الليل المنتج رياض غزالي نشر ستوري وقال فيها وردة ميرامار خارج السباق الرمضاني، شكرا على الاهتمام والتشجيع، نلتقي بعد رمضان. وبهذا ماشي هذا العمل فقط اللي غادر السباق الرمضاني، هناك عمل اخر اللي خرج من رمضان. اذا بعد ما كنا نتحدثوا في بدايه موسمنا في لايف المشاهير على 8 أعمال دراميه كبيره كان راح يشاهدها المشاهد، خرجوا عملين هذا السباق ونتكلموا على 6 أعمال فقط. إذا نفكروا فيها المشاهدين زميلتي نيفين، هي قصة حياة، دموع الأولية، البراني، وكذلك الرهان ولا حق ضايع، 11-11 و انتقام الزمن. انتقام الزمن هي 6 مسلسلات راح تكون حاضرة، وعملين خرجوا من السباق. والعملين هما كما قلنا وردة ميرامار ورؤية اللي كنا تكلمنا عليه من قبل في برنامج لايف المشاهير، وكنا كشفنا عن الكاست العمل، لكن للأسف ما راهمش رايحين يكونوا حاضرين في هذا رمضان. نقول لهم بالتوفيق، ولما لا، بالك راح نشوفوهم بعد رمضان، فهكا نجدوا نشوفوا أعمال طيلة العام ماشي غير في رمضان كما تعودنا نشوفوهم أمين. صح، لأنه لازم تكون عندنا مواسم أخرى باش الفنانين ديالنا يخدموا والمشاهدين يشوفوا فنانين هم المفضلين، الفنانين اللي يحبوهم. يعني بهذا نشوف كما نقولوا الإنتاجية راح تكون إن شاء الله. صح، يعني على العام كامل. هو واش قالنا في ستوري نتلاقاو بعد رمضان. ربما راح يكون انتاج بعد رمضان. الانتاج ماهوش مرتبط بشهر رمضان طبعاً. يعني مدى بينا ربما نورمالمون تكون هكا الانتاج ان شاء الله. طيلة العام والفنانين اللي نحبوهم نشوفوهم حاضرين في الشاشه طيلة العام ماشي غير في رمضان ان شاء الله. يلا نروحوا الى اول تصريحاتنا لنهار اليوم مع الفنانه المحبوبه سهيله معلم اللي كانت لقى بها زميلنا محمد موفق. يلا نروحوا الى معلومه اللي لحقتنا الان وخبر حصري حصري حصري، يعني رانا في المباشر والمعلومات راهي تلحقنا، انه عمل او سلسله كوميديه جديده راح تكون حاضره في السباق الرمضاني كما راكم تشوفوا في الصور حصريه لحقتنا الان من انتاج محمد خساني وعبد القادر جريو. يعني هذا السلسله راح تكون في السباق الرمضاني لهذا الموسم، وفيها اسماء كبيره كي نقولوا سهيله معلم، نقولوا مصطفى العريبي، الفنانه الكوميديانه ديالنا اللي نحبوها عتيقه، واسماء اخرى.
وملكة بالباي ايضا وبلال صغير وبلال صغير ايضا راح يكونوا حاضرين كما رانا نشوفوا في الصور اللي لحقتنا الان حصري او هذا الخبر حصري يعني سهيلة معلم ومصطفى العريبي ومحمد خساني وعبد القادر جريو ماناش رايحين نشوفوهم في الدراما فقط الا رايحين نشوفوهم في الكوميديا راح يتجمعوا كلهم مع بعض في هذه السلسله راح نكشفوا لكم عن الاسماء وتفاصيل اخرى في الايام المقبله لكن لو كان نتكلموا برك على خساني كان ظهر في برنامج لايف المشاهير مع زميلنا عصام دهما وكان كشف له انه راه حضر في عمل او في سلسله كوميديا مع اعتقال رمضان 2025 سبحان الله قال في رمضان 2025 راح نشوفوها مع بعض في رمضان 2024 ما بقاش وقت بزاف لكن نيفين على هذا نتمنى ان شاء الله وما عندنا شك انه راح يقدموا عمل جميل ليليق بالمشاهد الجزائري في هذا الوقت القصير زميلتي نيفين كما دائما تعودنا انه برنامج لايف المشاهير هو جسر تواصل بينكم مشاهدينا الكرام وبين الفنانين اللي تحبوهم واكيد اليوم عندنا فنان معنا عبر المباشر زميلتي نيفين والفنانه اللي نحبوها ونحبوا صوتها الرائع ندى الريحان ونقولوا الو مساء الخير الو الو السلام عليكم مساء الخير مساء الخير ندى مرحبا بك معنا منورين الجلسه كالعاده ومنورين بك حبيبتي مرحبا بك الله يسلمك مرحبا بي عندكم ومرحبا بكل الجمهور اللي قاعد يتفرجنا من خلال هذا البرنامج الطيب الله يسلمك مرحبا بك يلا ندى كنا تكلمنا من قبل على الفيلم التاريخي الطيارة الصفراء وكانت عنده أصداء قوية وهذا العمل اللي كنت انتي غنيتي له التتر أو شارة العمل الطيارة الصفراء وسمعناها بصوتك الجميل الله يسلمك صراحة يعني الفيلم تعرض في قاعة بن زيدون وأنا يعني فرحت بزاف الكم الهائل تاع الجمهور الكريم اللي كان حاضر والحمد لله توفقت فيه المخرجة المبدعة هاجر سيباتا نحييها من خلال البرنامج تاعكم نقولها يعطيها الصحة صراحة هي كي كانت يعني من خلال التصوير كانت اقترحت عليا باش نديروا أغنية طيارة الصفراء وهذا كان يعني باش فقط الناس تعرف أنه كان في شهر جويلية لأنه كان من المفروض أنه الفيلم باش شارك فيه في مهرجان سينما الدولي اللي كان يقام في مدينة عنابة لكن هو يعني دخل في إطار الستينيات لكن الظروف اللي صارت في الوطن في الوطن اللي نحبوه هو فلسطين فيعني تعطلت باش 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 تشارك لأنه المهرجان ألغي يعني احتراما لكل أحداث اللي كانت تصير تما ولكن هذه المرة يعني الحمد لله يعني ساعفها الحد أنه باش يكون في هذا الشهر وتعرض في قاعة ابن زيدون ف يعني صراحة هي صديقة وأخت لكن العمل معها هي إنسانة مثابرة إنسانة لتخي متيكيلوس في خدمتها يعني إنسانة يعني شديدة شفناها شوية وفقت في الفيلم طيارة الصفراء أيضا تحية كبيرة لها أكيد تحية لها وكل طاقم اللي شارك معها من ممثلين وكل يعني الستاف يعني كل واحد باسمه وخصوصا أنه هذا العمل شاركوا فيه كبار الممثلين الجزائريين مثل السيد سيد أحمد داكومي وسهيلة معلم وفتيحة سلطان اللي يعني يعني أنا يعني كنت مبهورة بالأداء تاعهم في الفيلم يعني صراحة يعني أنا من اللي قعدت وأنا نبكي والله أثرت فيا بعض المشاهد يعني قصة جميلة وأنا فقط نقول لهم أنه يعني الهاجر السباطة إن شاء الله نتمنى لها كل توفيق بهذا العمل أنه حاولت أنه باش الغوندر أوماج لكل امرأة جزائرية فقدت هذاك الوقت الأخ تاعها والأب والعم والخال يعني يعني كيفاش كانوا نساء بكري يعني كيفاش كانوا يقاوموا الاستعمار وكانوا يعني أعز أهاليهم يطيحوا شهداء لكن بقات بقاو يعني شادين في الوطنية تاعهم أكيد وراء كل رجل عظيم امرأة أكيد المرأة الجزائرية معروفة أنه يعني شاركت وكانت في النضال وكانت واقفة ند بند مع الأخ تاعها يعني كانت واقفة في كان الأب يمكن يتوفى شهيد لكن تبقى تربي الأولاد ويعني وتخلي روح الوطنية فيهم إنه البلد أغلى من الضنا من الأب من كل حاجة لأنه بلدنا فنانتنا ندى بلدنا تجيب الرجال وتجيب شقائق الرجال اللي كانوا ند للند مع
أخوهم رجل في خدمة الثورة، وأغنية طيارة الصفرة فنانتنا هي أغنية نقدر نقول عليها تراثية لأنها تغنات أجيال وأجيال وعودوها بزاف فنانين، ومنهم ممكن فنانة نادية قرفي، وكذلك راح الجمهور يسمع النسخة ديالك. إيه لا، النسخة تاعي هي للفيلم، لأنه كان فرق بين أنك تغني الأغنية تغنيها يعني بطريقتك الخاصة. أنا لما غنيت الطيارة الصفراء غنيتها على حسب الفيلم، لأنه هاجر كانت هي قائد الأوركسترا. صح. قلت لها، أنا قلت أنا تعاملت مع بزاف يعني لي شيف دوركيس، لكن أنت اليوم راكي قائد الأوركسترا ديالي، فكل كلمة وكل حرف غنيته في يعني في هذه الأغنية اللي مشات مع الفيلم غنيتها على حسب قصة الفيلم، لأنه كان أغنية خاصة بالفيلم، أغنية يعني تقدر تعملها فيديو كليب، لكن فقط حبيت كما قال جوزو غوندغ أوماج لصاحبة أغنية الطيارة الصفراء، يمكن الناس ما تعرفهاش، وهي السيدة عايشة العييدة الملقبة بنوارة من برج بوعريريج. أكيد هي من ولاية برج بوعريريج، من بلدية غيلسة، اللي كانت ارتات اخوها الشهيد ابراهيم عييده اثر سقوطه شهيد يعني في جبال الحطنه. يعني تخيلوا بشاعه الاستعمار الفرنسي، لانه كان هو مجاهد كبير، وكان الاستعمار الفرنسي ما قدروش باش يلقيوا عليه القبض، ففجروا كل هذه المنطقه بالقنابل بالطيارات، لانه كان باش تشوف يعني قوه حتى الشباب هذاك الوقت كيفاش كانت عندهم يعني الروح الوطنيه تاعهم، كيفاش كانوا يحبوا البلاد. يعني ما قدروش الجندي، دمروا كل يعني كل يعني جبل كامل هدموها يعني باش باش فقط يقتلوا يعني. الله يرحمه، الله لدى الثورة كان ساهموا فيها أطفال ونساء وشيوخ. أكيد وكثير 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 وكثير، يمكن كاين اللي نعرفوهم كاين اللي ما نعرفوهمش، لكن يعني الله يبارك. أنا فخورة جدا كما قال لك الانتماء للوطن الجزائري الحبيبة، اللي فخورين كوننا جزائريين. أكيد بنوها رجال ونساء، وربي يطول في عمر المجاهدين والمجاهدات اللي مازالهم حيين. يا ريت إن شاء الله يكون فيه دعم كبير، لأنه احنا بحاجة لمثل هذا الافلام اللي تخلينا هاد القصص وهاد الذكريات العميقه، الذكريات العزيزه اللي نحسوا بها، تخليها ذكرى حتى من جيل لجيل. الحمد لله السينما تساعد كثير في الاحتفاظ بالموروث تاعنا. ندى، بما انك راكي حاضره معنا ونورتينا، يعني ما نقدروش ما نسمعوش صوتك الجميل. ان شاء الله اليوم تغني لنا مقطع من الطياره الصفراء اكابيلا. لازم تكون معايا هاجر سباطة قائد الأوركسترا، تكون يغنيها هكا، لازم نحسها هكذا. إن شاء الله يا ربي. طيارة الصفرة حبسي ما تضربيش، طيارة الصفرة حبسي ما تضربيش، حبسي ما تضربيش، عندي راس وخي لمي ما تضنيش، الله الله ربي رحيم الشهداء، رحيم الشهداء. الله يرحم الشهداء وتحيات الجزائر. صوتك دائما جميل، خاصة في الأغاني الخاصة بك، ولا حتى الأغاني الوطنية والثورية وغيرها. وكذلك فنانتنا ندى ريحان، كان بزاف من الجمهور سمعوك في أداء جينيريك لأعمال تلفزيونية. يعني اكيد انا اول يعني اول جينيريك، الناس على بالها انه اول جينيريك غنيته للتلفزيون الجزائري، يعني يبقى لي كذكرى. كان جينيريك دنيا وناس اللي تحصلنا بها المرتبة الأولى مع المخرج حضور لي في تونس، وبعد جاء أول مسلسل هو المشوار، وكان أول جينيريك ندار المسلسل هذاك الوقت، ومن تم كانت البداية. يعني هذاك الوقت كنت أنا مازال صغيرة ما عنديش الخبرة، لكن مع الأيام الحمد لله عملت عشر العاشر، عملت مفترق الطرق، فلة والباري، دموع الورد، كثير 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 من المسلسلات الحمد لله اللي كانت ناجحة. فنانتنا، إذن في مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا كان أخبار تقول، ولا نقدر نقول إشاعة إذا تنفيها ولا تأكدها، أنه صوتك راح يكون تتر لمسلسل انتقام الزمن. لا لا لا، يعني صراحة ما عيطوليش على جينيريك،
وان شاء الله يتوفقوا لي، يعني نفتحوا احنا المجال لاصوات اخرى، لكن انا ما عيطوليش صراحه. يلا هابلك، ما كنا تكلمنا احنا عن الاعمال، كل اعمال راح تكون حاضره في رمضان. ندى راه كاين 6 اعمال دراميه، الله يبارك ما شاء الله، يعني وكاين الانتاج هذا رمضان. واش من عمل يعني كان سمعتي احنا وكش كنا تكلمنا، وشنو هو العمل بالك لو كان تحبي تغني له الجينيريك تاعو؟ يعني كاين دموع الوليه، كاين براني، كاين 11 11، انتقام الزمن، قصه حياه، حق ضايع. يمكن 11 11 في بيتك الشروق طبعا. يمكن 11 11. علاش؟ لانه هذه وعلاش السنه خيرتي 11 11؟ هذه السنه راح يكون امبو سبيسيال، راح تشارك فيه صديقه عزيزه عليا بزاف، اللي هي يعني حتى باش يعني نبدل من المود تاع دايما الاغاني الهادئه. يعني حبيت لو يعني هذه المره يعني لو تتاح لي الفرصه نغني جينيريك، حبيت اغنيه يعني تكون خفيفه شويه، يعني تغير من المود تاع ندى، دايما الاغاني تكون حزينه. شكون صديقه هذه الصديقه المقربه لك بزاف بزاف راح تكون حاضره في 11 لا 11؟ نخليها سيربريز، نخليها هي تتكلم على نفسها. فنتمنى لها ان مالك شاء الله نقول النجاح، سهيله معلم. وانا حتكون تري تري بيان سيربريز ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ندى، نورتينا. شكرا لكم، وكل سنه وانتم طيبين، شكرا لك. وشكر لكل طاقم البرنامج رابح ما ننساوهش، طبعا الانسان المثابر. نقول لكم تحياتي لكل عمال شروق، يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا. شكرا. وهاجر نقول لها ربي يحفظك ان شاء الله، والحمد لله ان الساحه الفنيه كسبت مخرجه جزائريه امراه ان شاء الله متابره، ونتمنى لها كل النجاح ان شاء الله. شكرا لك. شكرا لك ندى، ورمضان الله كريم. الله يسلمك وبالتوفيق لكم ان شاء الله. مع شكرا. السلامه. اوكي، مع السلامه. مع السلامه. يلا من الأعمال التاريخية اللي كنا تكلمنا عليها الآن، وحتى أنا نحب نعرف برك شكون هي الصديقة اللي راح تكون حاضرة واللي تكلمت عليها، ربما سهيلة معلم. وسهيلة معلم اللي كانت حاضرة في العرض الشرفي للفيلم التاريخي الطيارة الصفراء، واللي كانت لاقى بها زميلنا محمد موفق، وسقساها عن دورها في هذا العمل، خاصة أنه هي ماشي لأول مرة تقدم أعمال تاريخية، كانت قدمت من قبل فيلم هيليوبوليس من إخراج جعفر القاسم، فسقساها على هذا العمل وخاصة على اللوك تاعها. واش راه علاش راهي به؟ هل لا كولور واللوك اللي راهي به عنده علاقة مع الدور تاعها ولا لا؟ نروحو نكتشفوا الإجابة مع بعض. مساء الخير سهيلة، واش راكي؟ مساء النور خويا، مساء النور مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم. سهيلة اليوم انا متواجدين في لافون بروميير تاع فيلم طيارة الصفراء، اكيد لهاجر صباطا كمخرجة، واليوم كان عندك دور مهم في هذا العمل التاريخي. واش رايك في مثل هذه الاعمال التاريخية اللي تكتب لذاكرة التاريخ الجزائري؟ اكيد هي أول يعني تجربة لي مع مخرجة امرأة اللي هي هاجر صباطة، وأول مرة نقوم بدور بطولة في فيلم تاريخي. هذه حاجة يعني تشرفني بزاف، أتشرف بذلك، وأنا أتمنى أنه يكون فيه أعمال كثيرة اللي تتكلم على فترة من فترات تاريخنا، لأنه تاريخنا كبير وغني وكما يقولوا جميل جميل، ولزم علينا حنايا يعني هذا واجبنا انه نعملوا افلام سينمائيه اللي جوستومون تحكي على تاريخ الجزائر. انا نشوفوا ان شونجمون في اللوك ديالك، كان نشوفوا شويه صبيغه، اسكو هذا متعلق بالدوله؟ راح نشوفوك في رمضان. تيوعر زوم. في الحقيقة أنا ما كنت حابة نظهر بهذا اللوك، ولكن اضطريت، لأنه الفيلم اليوم تاع الطيارة الصفراء كان يعني هو العرض الشرفي، اضطريت أنه نكون متواجدة بطبيعة الحال مع الطاقم الفني، فهذا يعني هاد لاكولوغ سيتي يعني بوغ لو بيرسوناج تاع جوستومون فاتن اللي راح نقوم به في رمضان إن شاء الله في مسلسل 11 11 اللي راح يعرض على قناة الشروق. وأكيد كل عمل عنده خصوصيات ومميزات، والأول مرة يشوفوا الفنان ولا يشوفها السيناريو أكيد راح يقبل هذا العمل، كاين حاجات تحفزه. وش الحاجة اللي خلات سهيلة معلم تقبل بهذا الدور؟ نشوفه في مايكروفون محمد موفق. وش خلاك تقبل السيناريو 11 11 وتكوني واحدة من البطلات هذا العمل؟
أكيد القصة وأحداث المسلسل والعنصر التشويق اللي حاضر بقوة، وكذلك الدور، يعني الدور بحد ذاته هو الدور مختلف تماما، لأنه أنا يعني طبيعتي يعني تعرفوني أنه نحب نجدد في أدواري، ما نحبش نكون دائما نظهر بنفس الشيء، فهذا هو اللي خلاني أختار الدور ونلتحق بي كما احنا نقولوا طاقم العمل تاع 11-11 للمخرج أسامة قوبي. نحيي كامل طاقم العمل وإن شاء الله ينال إعجاب الجمهور. سهيلة، احنا ما نطولوش عليك، على بالنا بلي راكي تورناج وتورناج يعيي، واش تقولي للناس في رمضان؟ نقول للجمهور والمشاهد الجزائري شكرا على حبكم، شكرا على دعمكم، شكرا على وفائكم ليا، هذا الشيء هو اللي يعطيني القوة ويزيد يحفزني باش نقوم بأعمال إن شاء الله في المستقبل اللي تنال إعجابكم، وطبعا أكيد باش نمدوا صورة جميلة على المرأة الجزائرية وعلى الجزائر. زميلتي نيفين، الفنانين اللي صنعوا اسم في الكامل المده اللي دخلوا فيها المجال الفني عازدين شلفي ونحبوه كامل الجزائريين، 5 سنوات تمر على رحيله رحمه الله، مع زميلتنا هاله عيسانين تفكروه في فلاش باك. شكرا كبير زميلتنا هاله عيساني على هذه الورقه الجميله وعلى هذه القراءه والاحساس، وربي يرحمه ان شاء الله عازدين شلفي. يلا نروحوا الى الفنانه الكنديه سيلين ديون اللي كانت غائبه عن الصحه الفنيه بسبب مرضها والمتلازمه اللي كانت اصيبت بها، ولكن شفناها في ظهور جديد في ختام الحفل اللي تسلم في ختام حفل جرامي اللي تسلم جائزه افضل البوم موسيقي للعام الى النجمه تايلور سويفت التي تعتبر اول من يفوز بهذه الجائزه 4 مرات خلال مسيرتها الفنيه. وكان الحفل اقيم في مدينه لوس انجلوس وظهرت فيها الفنانه سيلين ديون بصحه جيده وباطلاله انيقه بعد طول غياب ومعلومات كثيره متضاربه على حالتها الصحيه. وقد كان ظهور ديون مفاجأة الحفل بعد غيابها عن الساحة الفنية منذ العام 2022 وانتشار معلومات عن تراجع حالتها الصحية نتيجة إصابتها بمرض نادر يسبب تشنجات عضلية ويعرف بمتلازمة الشخص المتيبس. وجهت سيلين كلمة للجمهور قبل تقديمها للجائزة وقالت: شكرا لكم جميعا، عندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا فأنا أعني ذلك حقا من قلبي. أولئك الذين حظيوا بفرصة التواجد في حفل توزيع جوائز غرامي يجب أن لا يعتبروا الحب الهائل والفرح الذي تجلبه الموسيقى لحياتنا وللناس في جميع أنحاء العالم شيئا مفروغا منه. لا، بما أنه يعتبر هذا أول ظهور وكانت بصحة جيدة، فربما راح نشوفها تعود لحفلتها والجولتها الغنائية اللي كانت أجلتها من قبل. يلا نروح نكملوا في اخبارنا لنهار اليوم. امين، بما انه تكلمنا عن الاعمال الدراميه ولا حتكون حاضره، لكن دائما ما نشوفوا الفنانين يبدلوا اللوك مثل سهيله معلم غيرت اللوك نتاعها، لكن كاين اللوك اللي احنا لاحظناه بزاف واللي هو موضه الشنب في الاعمال الدراميه تحدي العام، يعني الموستاش كما نقولوا احنا بالدرجه. الموستاش هل راح نشوفوها بقوه حاضره في رمضان 2024 ولا لا؟ نروح ونتعرفوا على هذه الورقه من اعداد زميلنا امين زعارير. خريج ألحان وشباب 4 الفنان أجراد يوغرطا واللي عنده مشروع فني قادم يوم 10، في اتصال هاتفي موسى الجلاحي كشفنا لينا حصريا معلومات كثيرة حول هذا العمل. عفوا، نسمعوا واش قال وراجعين. السلام عليكم، كامل اللي هم يسمعوا فينا عبر برنامج لايف المشاهير، معكم يوبا أجراد، هاني نتصل بكم من كندا، جيتكم وجبت معايا الجديد تحت عنوان دعوة الخير. دعوة الخير اللي كانت من كلماتي ومن ألحان وتوزيع صامي في الداق، إن شاء الله تنال إعجابكم. الغنية صورتها هنا في موريال، كان المخرج واسمه طارق جوزرو سنارس فيلم، ولا والإكيب يعني ليزاكتور اللي لعبوا في الكليب، يعني كان عبد الغني عيادي اللي معروف موقع التواصل الاجتماعي بلو نون تاع اللاز، والاكتريس سابيل ياسمين. ان شاء الله هنا لاعجابكم، وراه جاي الخير، راه جاي الخير، رانا دايرين يعني طريقه عمل تاع كل شهر غنيه، وان شاء الله راح نوافيكم بكل التفاصيل عبر برنامج لايف المشاهير ان شاء الله.
رابح طلب لي الحصري وقال لي تزيد تزيد تقدر تحكي لنا شوية والكلمات على الأغنية. نقول لك الغنية تقول يا ما دعوة الخير لحقتني، دعوتك جات راها مقابلتني، شانجمون كبير راه صاري في حياتي. فوالا، واللي راه جاي تسمعوا في الكليب. فوالا، ربي يحفظكم خاوتي وصافي بليزير. مشاهدينا الكرام، لحقنا نهاية عددنا اليوم. بقوا دائما أوفياء لقناة الشروق ولكل برامج قناة الشروق. تابعوا غدا الحوصلة لكل مواد اللي كنا تناولناها في الأسبوع مع زميلتنا إكرام كفيف وأمين زعارين. ومع السلامة. السلامة.